الخير على كل مشاهدي ومتابعي قناة النادي الأهلي. برحب بيكم في حلقة جديدة من برنامج كلام في الميديا. بعد 4 ساعات بالضبط إن شاء الله هيبتدي النادي الأهلي في مواجهة جديدة ومهمة أكيد في مشوار دوري أبطال أفريقيا مع فريق سيمبا التنزاني. زي ما احنا عارفين طبعا النادي الأهلي هو المتصدر للمجموعة وبرصيد 4 نقط من فوز واحد ومن تعادل في أول جولتين ليه في دوري الأبطال قصاد بيتا كلوب الكونغولي وكمان شبيبة الثورة الجزائري على الترتيب. أما فريق سيمبا بقى فبيحتل المركز الثالث في المجموعة ب3 نقط من فوز واحد بس على شبيبة الثورة 3-0 وخسر خسارة كبيرة من فريق فيتا كلوب 5-0. إن شاء الله نادي الأهلي يفوز ويحافظ طبعا على صدارة المجموعة ويحط رجله في دور الثمانية من غير ما نستنى طبعا أي حسابات معقدة. أما بقى بالنسبة للكلام الكتير جدا اللي اتقال في الفترة الأخيرة دي عن المؤجلات الخاصة بنادي الأهلي، النهاردة كان في اجتماع في اتحاد الكرة عشان يحطوا حل للموضوع ده، وانتهى الاجتماع بقرار عقد اجتماع يوم الأربعاء اللي جاي بحضور رؤساء الأندية أندية الدوري الممتاز عشان يحطوا حل أو يوصلوا لحل نهائي للمشكلة دي. النهاردة كمان في مباراة مهمة جدا لبنات النادي الأهلي، بنات طايرة النادي الأهلي قصاد فريق نادي الزمالك في البطولة العربية. المباراة دي أكيد طبعا ليها أهمية كبيرة جدا لأنها برضو بتعتبر كلاسيكو خاص في طايرة البنات زيها زي كل الألعاب التانية طبعا اللي بيتقابل فيها النادي الأهلي ونادي الزمالك، وكمان الفوز فيها بيقرب النادي الأهلي من الاحتفاظ بلقب البطولة إن شاء الله. هنناقش كل الكلام ده والأخبار الكتيرة اللي عندنا. كلام تاني هيكون معانا النهاردة برضو مع ضيفنا الأستاذ أسامة صقر رئيس القسم الرياضي في الجمهورية، وهنبتدي حلقتنا كالعادة معاكم بأهم العناوين. الأهلي يواجه سيمبا للابتعاد بقمة المجموعة الرابعة في دوري الأبطال. الليلة الأهلي يواجه سيمبا تحت شعار ممنوع التفريط في صدارة المجموعة. محاضرة أخيرة للأهلي قبل التوجه لملعب المباراة. لاسارتي وضع خطة بديلة لاختراق الدفاعات بدون راس حربة. الأهلي يحذر اتحاد الكرة من المساس بجدول الدوري. اتحاد الكرة يلجأ لوزير الرياضة لإخماد فتنة الأهلي والزمالك. اتحاد الكرة يدرس استبدال لجنة المسابقات بشركة أجنبية. وبداية حلقتنا دايما بتكون بأهم الأخبار اللي اتقالت عن النادي الأهلي في الصحافة. الأهرام الليلة الأهلي واجه سيمبا تحت شعار ممنوع التفريط في صدارة المجموعة. أخبار اليوم اجتماعات مكثفة للبحث عن حلول لأزمة الإصابات المتكررة. الأهلي يتحدث سيمبا التنزاني الليلة ولا سارتي يحذر. الجمهورية في البطولة الإفريقية الليلة أهلي الهمة يتحدى الإصابات وسيمبا. الأخبار المسائي الأهلي وسيمبا مواجهة استعراض القوة، الأحمر يتسلح بالجماهير ويبحث عن خطوة جديدة للتأهل لدور الثمانية الأفريقي. المساء الأهلي متحفز لاصطياد سيمبا التنزاني، لأسارتي وضع خطة بديلة لاختراق الدفاعات بدون رأس حربة. اليوم السابع الأهلي يستدرك سيمبا التنزاني ببرج العرب لوضع قدم في ربع نهائي الأبطال، الدفاع صداع في رأس لاسارتي بسبب لعنة الإصابات. الوفد الليلة الأهلي يتحفز لعبور عقبة سيمبا التنزاني في برج العرب، تغييرات إجبارية في التشكيلة الأحمر ولاسارتي يحذر من أخطاء الدفاع. الشروق الأهلي يصطدم بسيمبا في مهمة الاحتفاظ بالصدارة ويهدد بعدم خوض مباريات في الدوري حال تغيير الجدول. الأهرام الأهلي يحذر اتحاد الكرة من المساس بجدول الدوري. لا نخشى الصوت العالي ولن نلعب أي مباراة غير مدرجة في خطاب 6 يناير. الأهلي المصري صاحب الألقاب والأرقام القياسية وحامل لقب البطولة في النسخة الأخيرة. أبو تريكة الله عليك يا عم الناس، الله عليك، تسلم رجليك،
ادي عبد الله السعيد اتحرك له حلو قوي فتحي وادي ابو تريكا يلا يا راجل فرح المصريين يا ابو تريكا وادي الكره عبد الله يسدد وابو تريكا الكره بتحبه الكره بتكفه سلام حلو عبد الله والدعم من احمد فتحي وتسديده والجول الثاني يا اهلي حديد الاهلي حديد ولا تقول لي كايزر تشيفز ولا تقول لي مازيبي ولا تقول لي حاجه ده النادي الاهلي الذي امامنا كاس البطوله التي سيحتفظ بها النادي الاهلي للابد نروح مع حضراتكم دلوقتي للتفاصيل اهم المنشطات اللي استعرضناها دلوقتي وهنبتدي باخبار اليوم اللي قالت ان النادي الاهلي النهارده بيرجع للمعترك الافريقي بمواجهه مهمه جدا قصاد فريق سامبا التنزاني في الجوله الثالثه من منافسات دوري المجموعات في بطوله دوري ابطال افريقيا النادي الاهلي بيتصدر مجموعته برصيد 4 نقط بيحتل فريق سامبا التنزاني المركز الثالث وبرصيد 3 نقط والنادي الاهلي اكيد بيسعى بكل قوه ان هو يحقق الفوز ويواصل صدارته للمجموعه عشان يقدر يحسم الصعود لدور الثمانيه عشان طبعا يبعد عن الحسابات المعقده خصوصا طبعا ان المجموعه اللي احنا فيها دي مجموعه فيها منافسه قويه ما بين الفرق الاربعه. من ناحيه ثانيه بيبحث الجهاز الفني للنادي الاهلي بقياده مارتين لاسارتي عن حلول للخروج من مازق الغيابات الكثيره اللي ضربت الفريق خلال الفتره اللي فاتت واللي بيغيب بسببها عن مواجهه النهارده رمضان صبحي ومروان محسن وياسر ابراهيم ووليد سليمان وحمدي فتحي ومحمد محمود واحمد فتحي وازارو ومحمد نجيب وبرغم الغيابات الكثيره دي الا ان الجهاز الفني عنده برضه بدايل وعنده حلول عشان يقدر يعوض بيها الغيابات لكن الشغل الشاغل للجهاز الفني ده هو وجود بديل لتعويض مركز قلب الدفاع ويلجا لاسارتي للعب محمد هاني جنب ايمن اشرف وبكريم ندبت في الباك اليمين وبهشام محمد في وسط الملعب مع عمرو السوليه. كمان اكدت الجمهوريه على تحدي النادي الاهلي للاصابات وسيمبا وقالت ان النادي الاهلي بيرفع شعار التحدي لما هيستضيف فريق سيمبا التنزاني الساعه 9 مساء النهارده على استاد الجيش في مدينه برج العرب وطبعا التحدي ده مش هيكون بس للفريق الضيف لكن في تحدي تاني من جانب النادي الاهلي وهو تحدي للاصابات وللغيابات الكتيره اللي بتضرب الفريق وان المباراه دي بتعتبر مهمه جدا للنادي الاهلي عشان يقدروا يحافظوا على صداره المجموعه وكمان الفوز فيها اكيد هيقرب النادي الاهلي خطوه كبيره جدا من حجز مكان في دور الثمانية عشان كده حرص الأوروجواياني مارتين لاسارتي ان هو يعمل جلسات كتير جلسات تحفيزية للعيبة في الفترة اللي فاتت عشان يحثهم على الفوز بالمباراة. اهلا وسهلا ومرحبا بكم الى نهائي الحلم نهائي الشامبيونز ليج. الترجي الرياضي التونسي يلاقي الشقيق المصري النادي الاهلي في اطار لقاء الاياب السكند ليج من اجل الشامبيونز ليج الافريقي. السيد حمدي خطيرة جدا السيد حمدي والهدف الأول النادي الأهلي عن طريق ناجي جدو وكرة خطيرة وكرة من وليد سليمان والهدف الثاني مبروك للنادي الأهلي كأس السابعة في السجلات الأهلوية أما الأخبار المسائية فقالت أن النادي الأهلي بيدخل مباراة الليلة وهو بيتسلح ب 10,000 مشجع بعد ما فشلت محاولات زيادة عدد الجماهير وقالت كمان أنه بيدخل المباراة قصاد سيمبا على برج العرب وسط غيابات كتير جدا بسبب الإصابات وكمان الأخبار المسائية قالت أن مارتين لاسارتي المدير الفني للنادي الأهلي هيعمل تعديلات على تشكيل الفريق ويستعين بالثنائي محمد هاني وأيمن أشرف في الدفاع لأن رامي ربيعة واللي تم قيده في القائمة الأفريقية أول امبارح غايب عن المباريات لفترة طويلة وكان طبعا بتستمر دلوقتي برضو أزمة وجود رأس حربة صريح نظرا لإصابة وليد أزارو ومروان محسن وعدم جاهزية برضو صلاح محسن واللي لسه راجع هو كمان من إصابة والمتوقع أن يتم الاعتماد على جونيور أجاي واللي بيشارك في الفترة الأخيرة في مركز الهجوم اما جريده المسا كان برضو في رد على موضوع راس الحربه الصريح وقالت ان مارتين لاسارتي درب الفريق على اكثر من طريقه واسلوب لعب هجومي عشان يتغلبوا على غياب راس الحربه الاساسي واختراق دفاعات الفريق المنافس والوصول للمرمى بطرق مختلفه وده باللعب على الاطراف بصوره مكثفه والتمرير السريع للكوره ونقل الهجمه بسرعه من الدفاع للهجوم
أما عن الجانب الآخر وهو طبعا دوري العام، الأهرام كمان قالت أن إدارة النادي الأهلي رفضت إجراء أي تعديل على جدول الدوري واللي تم إرساله لكل الأندية يوم 6 يناير اللي فات. وقال النادي الأهلي في خطاب رسمي لاتحاد الكرة امبارح أنه بيتمسك بحقه الكامل دون مساس بلعب مبارياته في بطولة الدوري وفقا لجدول المسابقة المعلن رسميا ومع الأطراف نفسها دون تعديل، وأنه لو حصل تأجيل لأي مباراة للنادي الأهلي لأسباب ما تخصوش من اللقاءات اللي تم الإعلان عنها لحد يوم 30 مارس اللي جاي، فالنادي الأهلي هيعتذر عن عدم واجهة أي منافس تاني في ميعاد المباراة اللي تم تأجيلها التزاما بجدول المسابقة وتطبيقا لقواعد الاحتراف. قال النادي الأهلي كمان في خطابه لاتحاد الكورة أنه التزم الصمت كتير طول الفترة اللي فاتت عن الكلام اللي اتقال كتير في وسائل الإعلام عشان يضغطوا على بعض المسؤولين عشان طبعا يتم تغيير مواعيد بعض المباريات، وإن الصمت ده كان بسبب المصلحة العامة والحرص على نجاح المسابقة، وإن النادي الأهلي تحمل الكثير بسبب ضغط مبارياته وخسر جهود لعيبة كتير جدا، وطبعا ده تسبب في إصابات كتير جدا في وقت قصير برغم إن هو كان بيعمل مهمة وطنية. طبعا المهمه دي بيتشرف بيها النادي الاهلي دايما وهي تمثيل مصر في الكره المصريه او تمثيل الكره المصريه في اكبر بطوله قاريه. كمان دلوقتي هنروح بقى معاكم وهنشوف اخر اخبار النادي الاهلي على المواقع وهنبتدي بالعناوين. الموقع الرسمي للنادي الاهلي: الاهلي يواجه سيمبا للابتعاد بقمه المجموعه الرابعه في دوري الابطال. مبتدأ: قبل مباراة الأهلي وسيمبا التاريخ ينصف المارد الأحمر أمام فريق تنزانيا. الموقع الرسمي لنادي الأهلي: محاضرة أخيرة للأهلي قبل التوجه لملعب المباراة. في الجول: الأهلي المنقوص في مهمة ترويض الأسد. الفجر الرياضي: مدرب سيمبا تتحدثون عن الإصابات والأهلي 112 سنة ألقاب. محمد يوسف: حصولي مع الأهلي على دوري أبطال أفريقيا نقطة مضيئة في تاريخي. بوابة فيتو الأهلي: يلتقي الزمالك في البطولة العربية لسيدة الطائرة الليلة. بسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركة الله نبدأ الحلم، نبدأ الإنجاز بنهائي هذه البطولة، بطولة دوري أبطال أفريقيا. بيركز أبو تريكة وبيلا بطل بربيلا بطل، هي جول من ثواني بقول هنعمل. خدوا البر، خدوا البر وبيلا، يا جمالك يا بركات، أخذنا ريحنا شد داخل شد، يلا 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 يا جمالك يا شادي. الحلم الافريقي، مليون مبروك. نروح مع حضراتكم لتفاصيل اهم الاخبار اللي اتقالت عن النادي الاهلي في مواقع الانترنت، وهنبتدي بالموقع الرسمي للنادي الاهلي اللي قال ان النادي الاهلي هيدخل في مواجهه سيمبا التنزاني وهو متربع على قمه المجموعه برصيد 4 نقط بعد ما قدر ان هو يحقق الفوز في الجوله الاولى على فيتا كلاب الكونغولي وكان تعادل قصاد شبيبه الثوره الجزائري، وبيتطلع النادي الاهلي لتحقيق الفوز والوصول للنقطه 7 عشان يقدر يبتعد بصداره المجموعه الرابعه. واختار الجهاز الفني للنادي الاهلي بقياده مارتين لاسارتي قائمه بتضم 18 لاعب للمباراه، وهم في حراسة المرمى شريف إكرامي، محمد الشناوي، في خط الدفاع محمد هاني وأيمن أشرف وسعد سمير ورامي ربيعة وعلي معلول ومحمود وحيد، في خط الوسط حسام عاشور وهشام محمد وعمر السلية وكريم ندبد وحسين الشحات وأحمد حمودي ومحمد شريف وناصر ماهر، وفي الهجوم صلاح محسن وجونيور أجاي، وفي المقابل بيشارك فريق سيمبا في منافسات دوري الأبطال بعد ما غاب 5 سنين عن آخر ظهور ليه في نسخة 2013، ونجح الفريق التنزاني إن هو يحصد 3 نقط بعد ما فاز على حساب شبيبة الثورة الجزائري في منافسات الجولة الأولى ب3 أهداف دون رد، وبعد كده خسر خسارة كبيرة جدا قصاد فيتا كلاب ب5 أهداف نظيفة. أما في موقع مبتدأ فتكلم عن تاريخ مواجهات النادي الأهلي وفريق تنزانيا
وقال ان او فرق اللي هي جايه من تنزانيا، وقال ان مواجهه النادي الاهلي وسيمبا هي المباراه رقم 17 ما بين النادي الاهلي وانديه تنزانيا في بطوله افريقيا او في البطولات الافريقيه المختلفه. خاض المارد الاحمر 17 مباراه قصاد فرق تنزانيا، حقق الفوز 10 مرات، تعادل 4 مرات وخسر مرتين، واحرز النادي الاهلي 31 هدف ودخل في مرمى 6 اهداف. وكانت اخر مواجهه جمعت ما بين النادي الاهلي مع فريق تنزاني كانت مباراه يانج افريكانز سنه 2016، وكمان اول فريق واجه النادي الاهلي في بطوله افريقيا كان سنه 1982، بجانب انه طبعا الاكثر مواجهه للمارد الاحمر من انديه تنزانيا بعد ما لعب معاه 10 مباريات. كمان لعب النادي الاهلي مباراتين مع سيمبا وبامبا وماجي، والمارد الاحمر برده ما خسرش غير ماتشين بس قصاد يانج افريكانز في 2014، المباراه الثانيه كانت برده قصاد سيمبا سنه 1985. وفاز النادي الاهلي في تنزانيا مرتين على يانج افريكانز وماجي، وفاز على انديه تنزانيا في كل المواجهات في ملعبه. وكمان النادي الاهلي بيواجه انديه تنزانيا لاول مره في دور المجموعات لبطوله دوري ابطال افريقيا بعد ما كانت بتقتصر المباريات السابقه على اللعب معاهم في الادوار الاولى من بطولات افريقيا المختلفه. ان شاء الله نعيش دور نهائي رائع جدا بين العملاقين النادي الرياضي الصفاقسي من تونس والنادي الاهلي المصري. هوبا يا يا فلافيو سبعة دور يا شادي محمد، كرة طويلة في عرض الدفاع التونسي، لمسة من عماد مدعم، مرتدة، تصويب وجول جول 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 محمد أبو دريكة في تتويج النادي الأهلي للمرة الخامسة في تاريخه. ألف مبروك بالطبع لكل عشاق النادي الأهلي والكرة المصرية بصفة عامة. كمان عندنا اخبار تانية بتقول ان بيعقد مارتين لاسارت المدير الفني للنادي الاهلي محاضره اخيره للاعيبه الفريق قبل مواجهه سيمبا التنزاني مساء اليوم على ملعب برج العرب في اسكندريه ضمن منافسات الجوله الثالثه من دور المجموعات في دوري ابطال افريقيا. بيعقد لاسارت محاضره للعيبه الساعه 6 مساء النهارده في فندق الاقامه قبل ما يتحركوا لملعب المباراه. المفروض ان المدير الفني للنادي الاهلي مارتين لاسارت هيراجع مع اللعيبه الخطه، وهيكلف طبعا كل لاعب بالمهام المطلوبه منه، وهيعلن كمان التشكيل الأساسي واللي هيبدأ بيه اللقاء النهاردة. كمان في موقع في الجول اتكلم عن النقص في صفوف النادي الاهلي، وقال ان المشكله الاكبر في النادي الاهلي على مدار الشهور اللي فاتت هي كثره الاصابات للاعيبه النادي الاهلي، وده اللي بيقلل من الاختيارات قصاد مارتين لاسارتي المدير الفني للنادي الاهلي، وبيفقد الفريق كتير من قوته نظرا لغيابات للعناصر البارزه في النادي الاهلي. وعلى الجانب الاخر برضو بيستعيد الفريق خدمات لعيبه اخرين وفقا لما صرح بيه لاسارتي في المؤتمر الصحفي الخاص في المباراه، وقال متفائل بعودة حسام عاشور وهشام محمد وصلاح محسن، وقد يشارك رامي ربيعة ومحمود وحيد في المباراة، وبرغم غياب الموهوب رمضان صبحي والساحر كمان وليد سليمان والقناص أزارو، إلا أن النادي الأهلي بيدخل المباراة وعنده ثقة كبيرة جدا بعد النتائج الأخيرة سواء على المستوى المحلي أو الأفريقي. وكمان فوز طبعا وتعادل في اول جولتين في دوري ابطال افريقيا قصاد فيتا كلاب وشبيبه الثوره الجزائري على الترتيب اكيد يعني نتائج ايجابيه، وثلاث انتصارات برضو متتاليه في الدوري المصري الممتاز على سموحه وعلى مصر المقاصه وعلى وادي دجله، خلت طبعا حامل لقب الدوري المصري ممتاز مرعب لمنافسيه. واكيد مدرك كويس جدا باتريك اوسم مدرب سيمبا التنزاني صعوبه المواجهه المعقده اللي مستنياه قصاد اكثر الفرق اللي توجت في التاريخ بالبطوله دي، وكان طبعا ده واضح في كلامه لما قال لا نتوقع الفوز على النادي الاهلي بسبب قدراته لكن ساسعد بذلك ان حدث. وبدا كمان سيمبا مشواره بشكل طبيعي في دور المجموعات، واسقط شبيبه الثوره بنتيجه 3-0، لكن في الجوله الثانيه يعني كان في نتيجه سيئه جدا، سحقوا فيتا كلوب بخمس اهداف دون رد في الكونغو الديمقراطيه. اهلا وسهلا ومرحبا بكم، نهائي بطوله افريقيا بين العملاق النادي الاهلي المصري والنجم الرياضي الساحلي التونسي. شباب كأس افريقيا، مبروك مبروك مبروك.
تحطيم الأرقام القياسية. وفي موقع الفجر الرياضي فأبرز تصريحات المدير الفني لسيمبا، وقال أن باتريك أوسم المدير الفني لفريق سيمبا التنزاني أكد أن النادي الأهلي من أكبر أندية أفريقيا، وقال أن مهمة فريقه في مواجهة النادي الأهلي هتكون صعبة جدا، وقال كمان أن لكل مباراة ظروفها الخاصة، وأن عامل الأرض وعامل الجمهور أكيد هيكون ليهم تأثير كبير، وأن شكل فريقه في مواجهة الإياب في تنزانيا يختلف عن مباراة النهاردة. وقال كمان باتريك على أن النادي الأهلي نادي كبير جدا وعريق، ودي حقيقة لا تقبل النقاش، فالعديد من الألقاب والبطولات المحلية والقارية تتحدث عن القلعة الحمراء على مدار 112 سنة. وقال كمان مدرب سيمبا أنه يعرف أن النادي الأهلي بيعاني من إصابات، لكن طبعا هو عنده قائمة بتضم 30 لاعب يقدروا أن هم يعوضوا الغيابات. وقال كمان أن فريقه بيعاني من غيابات بعد ما تأكد غياب 4 عناصر من تشكيلة الفريق الرئيسية في مباراة النهاردة. من كرة القدم نروح لموقع البوابة سبورت اللي نشر التصريحات لكابتن لسن كمالين معاكم في كرة القدم لكابتن محمد يوسف، اللي قال ان حصول النادي الاهلي على لقب دوري ابطال افريقيا تحت قيادته كمدير فني كان امر مهم جدا ورائع ونقطة مضيئة جدا وكبيرة في تاريخه المهني. وقال كمان كابتن محمد يوسف أتمنى أن يستعيد الفريق اللقب الغايب عن النادي الأهلي من 2013 عشان يرجع للمشاركة في كأس العالم للأندية، وده هدف استراتيجي لجمهور النادي الأهلي ولمجلس إدارته. وقال كمان نحن كفريق نبذل أقصى ما لدينا لتحقيق هذا الهدف واعتلاء القمة الأفريقية، وهو الوضع الطبيعي الذي ينبغي أن يكون عليه النادي الأهلي. ومعانا دلوقتي بينضم لنا عبر الهاتف زميلنا كريم احمد مراسل قناه النادي الاهلي، متواجد حاليا من فندق اقامه الفريق قبل ساعات من المواجهه الافريقيه النهارده على ملعب برج العرب. مساء الخير عليك يا كريم. مساء الخير عليك يا سليمه، اهلا بيك واهلا بكل المشاهدين. عايزه اطمن منك على طبعا كل الكواليس الخاصه بفريقنا النهارده، عايز اعرف اخبار المعسكر ايه والاستعداد عامل ازاي والروح المعنويه للعيبه وللجهاز الفني للفريق قبل المواجهه بساعات. يمكن باكد عليك يا شيما، الروح المعنويه والتركيز الشديد هي سمه معسكر فريق النادي الاهلي كالعاده في البطوله الافريقيه وفي مباريات الدوري العام، مباريات ظروف كثيره جدا للاعبين والجهاز الفني حضور الجماهير كمان، ويمكن هي دي النقطه المهمه اللي الحديث كله لعيبه النادي الاهلي بتتكلم عن حضور الجمهور والمسانده، ويمكن زي ما قلنا نفاذ الكميه ونفاذ الكميه ده بيدل على وعيه كبير في بطوله النادي الاهلي ومدى حرصه على المسانده. النادي الاهلي محتاج جمهوره بشكل كبير خلال المرحله القادمه النهارده ان شاء الله، الجمهور يكون متواجد بكثافه، التشجيع يكون مثالي، النادي الاهلي تشجيع يكون للنادي الاهلي فقط لا غير. وعايزين كمان ننوه، يمكن كنت بتكلم على العميد علاء المدير امن النادي الاهلي بالجزيره وايضا نائب مدير المقر، على دخول الجماهير محدد للموحده دخول من بوابه 6 و7 المقصوره، واولى شمال هتكون من بوابه 3، لجنه الاداره وايضا الشخصيات العامه هتكون من بوابه 1، والفريق الضيف والاعلام هيكون من بوابه 2. لو برجع معاك يا شيما ليه المعسكر للفريق، محاضره اخيره هتكون في تمام الساعه 6:30 هنا في الاسكندريه في فندق الاقامه، هيضع فيها مستر مارك لكابتن المدير الفني كل الامور الخاصه بها، التشكيل التكتيك واجبات الدفاعيه والهجوميه لكل لاعبي النادي الاهلي، ومباشره عقب انتهاء هذه المحاضره يتوجه اللاعبون والجهاز الفني الى استاد برج العرب. الحاله المعنويه مرتفعه للاعبي النادي الاهلي نظرا للاداء المميز خلال المباريات الماضيه، التركيز ان شاء الله يكون موجود معاهم كالعاده. شو ما انت عارف الغيابات اللي بتكون مؤثره على فريق النادي الاهلي، في 18 لاعب متواجدين في القائمه ان شاء الله يكونوا موفقين، مفيش حسابات للمراكز، لابد يكون في انذار جاد بشكل كبير جدا لكل اللاعبين، وده اللي بيتم وبنشوفه خلال المباريات ان شاء الله. شو ما النهارده تكون فرحه ولعيبه النادي الاهلي النهارده تكون في اسعاد جمهور النادي الاهلي باذن الله في هذه المباراه باذن الله ان شاء الله. هل من خلال مشاهدتك للتدريبات الاخيره للنادي الاهلي، هل شفت مارتين لاسارتي بيحاول ان هو يلاقي حلول او خطط بديله عشان يعني يتلاشى مشكله راس الحربه او الاصابات اللي موجوده عندنا في راس الحربه؟ بالتاكيد عشان يمكن الجهاز الفني بقياده مستر مارتن بيبذل شغل كبير جدا نظرا للاصابات، وعندنا اصابات مؤثره في اماكن حساسه، لكن لو بنشوف يمكن رامي ربيعه بيعود من جديد، دفاع التدريب متواجد، لكن لو بنتكلم على التشكيل او نقدر نقول اللعيبه اللي هتكون في هذه المباراه، يعني لو نقدر نقول الشناوي ومحمد هاني وايمن اشرف وايضا سعد سمير اللي دور كبير وممكن يكون متواجد في خط الظهر، في المنتصف عمرو السوليه وكريم ند حسين الشحات
ناصر ماهر جونيور قضاي، وفي مفاضله بين حمودي ومحمد شريف. يعني لسه حتى هذه اللحظه من خلال معلوماتنا اللي دخل حمودي او محمد شريف لسه الامر ده ما اتحسمش، لكن مع الاوراق اللي مع مستر مارتن في هذه القائمه نقدر نقول ده الاقرب في التشكيل، الا لم يكن تغيير في اضيق الحدود. لكن بناكد يا شيخ ان شاء الله كل اللعيبه تكون جاهزه، كل اللي هيتم الدفع دي سواء عاشور يكون متواجد سواء سعد خليل يكون متواجد، ان شاء الله الكل يكون على قلب رجل واحد كعدد لعيبه النادي الاهلي، باذن الله يكون استاذ حليف لكل اللاعبين النهارده. شكرا لك كريم احمد مراسل قناه النادي الاهلي من مقر اقامه فريق النادي الاهلي، قبل طبعا ساعات من مواجهه سيمبا التنزاني النهارده الساعه 9 مساء على ملعب برج العرب. ان شاء الله النهارده هيكون ثالث مواجهه لينا في دور المجموعات في دوري ابطال افريقيا، نطلع منها بالثلاث نقاط ونتصدر برضو مجموعتنا او نفضل متصدرين لمجموعتنا، تكون دي بوابتنا ان شاء الله لدور الثمانيه. نرجع ثاني لأخبارنا وبوابة فيتو. بوابة فيتو تكلمت عن مواجهة الليلة ما بين أنسات النادي الأهلي والزمالك في كرة الطائرة، وقالت أن الفريق الأول للكرة الطائرة سيدات في النادي الأهلي بقيس حمدي الصافي المدير الفني بيلتقي النهاردة يوم السبت مع نادي الزمالك في إطار اللقاءات الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من منافسات البطولة العربية للأندية والمقامة حاليا في القاهرة، وبتستمر لحد يوم 3 فبراير الجاري، والمقرر أن تقام المباراة الساعة 7 مساء على صالة 2 في مجمع الصلاة المغطاة في استاد القاهرة من غير حضور جمهور. وبتشهد البطولة مشاركة 7 أندية: النادي الأهلي، الزمالك، الصيد من مصر، الصفاقس. عصرا والدفاع المغربي مع الصيد المصري الساعة 5 مساء، والأهلي مع الصفاقس التونسي الساعة 7 مساء. مشاهدينا معادنا دلوقتي مع فاصل سريع ونرجع نكمل بقيه فقراتنا في كلام في الميديا، خليكم معانا. في احراز الكاس الافريقيه الغاليه يتحقق في مصر ان شاء الله انتصارا رياضيا عزيزا، النادي الاهلي صاحب الارض والملعب والبطوله باذن الله. فاروق يلعب كره عرضيه، فاروق عرضيه عاليه وبيحطها زي الزبط، سيد عبد الحفيظ، سيد عبد الحفيظ، والله اسم السيد. خالد بيبو يعوض مكانه، محمد فاروق طرد بيبو الله يا بيبو 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 رجعنا سريعا لسه مكملين معاكم فقراتنا في كلام في الميديا، وبنوصل معاكم دلوقتي لاهم الاخبار المحليه والعالميه وكمان اخر اخبار محترفينا في الخارج. اليوم السابع اتحاد الكره يلجا لوزير الرياضه لاخماد فتنه الاهلي والزمالك. الشروق اتحاد الكره يدرس استبدال لجنه المسابقات بشركه اجنبيه. فيتو تعرف على موقف وزير الشباب والرياضة من أزمة بيراميدز والأهلي واتحاد الكرة. البوابة فرج عامر يطرح حل لأزمة الأهلي والزمالك وبيراميدز. كرة سر غياب الثلاثي الزملكاوي عن اجتماع الاتحاد المصري. اليوم السابع حمادة صدقي يجتمع بالصفقات الجديدة بالجونة. الفجر ديوب محمد صلاح أفضل مهاجم في العالم. الشروق راشفورد يتوج بجائزة لاعب الشهر في مانشستر يونايتد. سكاي نيوز مرسوم رئاسي برتغالي بحق رونالدو. سبورت 360 ميسي يمتلك أرقام خرافية ضد فالنسيا قبل مباراة برشلونة اليوم. هنبتدي تفاصيل الاخبار معاكم من اليوم السابع اللي قالت ان اجرى مسؤولين اتحاد الكوره برئاسه هانيه ابو ريده اتصالات وديه بمجلس اداره النادي الاهلي ونادي الزمالك لمطالبتهم بتهدئه الاجواء والتصريحات خلال الفتره اللي جايه في ظل الاستعداد لبطوله الامم الافريقيه 2019 واللي بتستضيفها مصر وهتنطلق يوم 21 يونيو اللي جاي. كمان طلب مجلس اداره الجبليه من وزير الشباب والرياضه الدكتور اشرف صبحي التدخل عشان يعمل مع الناديين على تهدئه الاجواء خوفا
الوطن من حدوث أي أزمة قد تؤثر على الرياضة عامة وعلى بطولة أمم أفريقيا بشكل خاص. كمان الشروق قالت أنه بيدرس اتحاد الكورة برئاسة هاني أبو ريدة التعاقد مع شركة عالمية عشان تنظم مسابقة الدوري ممتاز وكاس مصر بسبب الأزمات اللي حصلت في الموسم الجاري، والمفروض أنها تكون الشركة العالمية دي هي المسؤولة عن تنظيم جدول مواعيد المسابقات المحلية، وهيقتصر دور لجنة المسابقات برئاسة عامر حسين على إصدار العقوبات في كل جولة من الدوري الممتاز، وفي حالة الموافقة على الاقتراح ده فيتم تكليف هاني أبو ريدة لمخاطبة الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا عشان ترشح إحدى الشركات عشان تعمل المهمة دي أو تقوم بمهمة وضع جدول الدوري الممتاز. كمان موقع فيتو قال إن أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة إن الأزمة المثارة حاليا في دوري كرة القدم المصرية بشأن أو شأن الاتحاد إن هو ياخد فيه ما يرى صحيحا من القرارات اللي بتنصف كافة الأطراف، وقال كمان إنه بيتابع الموقف كويس جدا ولكن بدون تدخل. قال الدكتور أشرف صبحي في تصريحات خاصة لفيتو إن تدخل الدولة في الأزمة هيكون إجباري في حالة تهديد المسابقة مسابقة الدوري العام بالإلغاء، واللي بتعتبر طبعا أفضل احتكاك وتدريب ما بين اللعيبة قبل بطولة أمم أفريقيا واللي بتستضيفها مصر في يونيو اللي جاي. وقال كمان لكن الأمر الآن مش أكتر من خلاف على مواعيد مباراة أو عدة مباريات، وعندي ثقة كبيرة جدا في قدرة اتحاد الكورة أنه يحل الأزمة دي ويستوعب جميع الأطراف بما في صالح كرة القدم المصرية. وقال كمان وزير الشباب والرياضة أن الوزارة من حقها أنها تتدخل في الوقت المناسب، وقال أنا عندي ثقة كبيرة في نجاح المساعي الموجودة حاليا لإنهاء الأزمة بشكل يرضي كل الأطراف. كمان البوابة قالت أن كشف محمد فرج عامر رئيس شركة سموحة عن حل الأزمة الحالية المثارة ما بين الأهلي والزمالك وبيراميدز مؤخرا، وغرد محمد فرج عامر عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر الحل الأمثل للخروج من أزمة المؤجلات في الدوري المصري هو تشكيل لجنة للأندية المحترفة لإدارة الدوري العام المصري للمحترفين طبقا لقواعد الفيفا. كمان موقع كورة قال ان تغيب كرم كردي وحازم امام وخالد لطيف اعضاء الاتحاد المصري لكرة القدم عن اجتماع مجلس الادارة المنعقد حاليا لحسم العديد من الملفات، واللي بتيجي طبعا على رأسها أزمة المؤجلات وتهديد بعض الأندية بالانسحاب من الدوري. جي غياب خالد لطيف بسبب غضبه الشديد من رفض إشرافه على اللجنة الإعلامية في بطولة كاس أمم أفريقيا. كمان تغيب كرم كردي بسبب سفره وسبب ارتباطه ببعض أعماله الخاصة، وكمان ما وضحش حازم إمام سبب تغيبه عن الاجتماع. وقالت أخبار جوه اتحاد الكورة خلال الأيام اللي فاتت عن خلاف ما بين حازم وأحمد شوبير نائب رئيس الاتحاد بسبب ترويج الأخير لفكرة إلغاء الدوري في الموسم الحالي والثلاثي الغايب عن الاجتماع، معروف عنه طبعا الانتماء لنادي الزمالك واللي بيعد طرف أزمة المؤجلات. كمان اليوم السابع قال ان بيجتمع حماده صدقي المدير الفني لفريق الجونه بلاعيبه الفريق الجداد قبل تمرين النهارده عشان يتعرفوا على زمايلهم ويتاقلموا معاهم، وده طبعا في او ضمن الاستعداد للبطولات او المباريات القادمه في بطوله الدوري الممتاز. هيقابل فريق الجونه نظيره الانتاج الحربي ضمن مباريات الجوله 21 من الدوري الممتاز، واللي هتقام في ملعب الجونه في مدينه الغردقه يوم 7 من الشهر الجاري. يحتل فريق الجونه دلوقتي المركز ال12 من جدول ترتيب بطولة الدوري ممتاز بعد ما حصد 22 نقطة. بنوصل معاكم للفجر. الفجر قالت ان اكد عيسى ديوب مدافع فريق ويست هام يونايتد ان هو متحمس جدا لمواجهه محمد صلاح نجم ليفربول الانجليزي ومنتخب مصر في المباراه اللي تجمع الفريقين يوم الاثنين اللي جاي ضمن منافسات الجوله 25 من البريمير ليج. قال ديوب في تصريحات للموقع الرسمي لويست هام محمد صلاح هو افضل مهاجم في العالم لكن ايقافه مش مستحيل، وبالنسبه لي قبل اي مباراه اشاهد مقاطع من الفيديوهات للمهاجمين اللي هواجههم لكي ادرس
مهاراتهم جيدا، لكن مولع كبير بإمكانه فعل أي شيء، لذلك من الصعب إيقافه لكنه ليس مستحيل. وقال كمان دياب: نعلم قوة ليفربول لكننا نخطط للفوز عليهم وبإمكاننا فعل ذلك برغم صعوبة المباراة. وبينضم لنا دلوقتي عبر الهاتف استاذ محمد مراد الناقد الرياضي في اليوم السابع. مساء الخير على حضرتك. مساء الخير يا شيماء، وبالتوفيق دايما، وصراحه فيك طبعا وجميع المشاهدين. منورنا اكيد. وعايزه اعرف من حضرتك اخر الاخبار واخر المستجدات اللي حصلت النهارده في اجتماع مجلس اداره اتحاد الكوره. يعني هو طبعا كان في اجتماع لمجلس اداره اتحاد الكوره النهارده، طبعا الاجتماع كان مهم عشان تحديدا كان هو في الاساس كان لتعديل لائحه النظام الاساسي لاتحاد الكوره، لكن تم تحويلها لاجتماع طارئ عشان ازمه الدوري وازمه المعدلات والشكاوى من النادي الاهلي تحديدا ومن نادي الزمالك قبلها ومن نادي بيراميدز، وكان كل طرف بيطلب حاجه معينه. لكن يعني كان معظم الاعضاء موجودين النهارده وحضروا الاجتماع، يعني في بعض الاعضاء حضروا متاخرين لكن الاتفاق كان مكتمل. طبعا اهم حاجه النهارده اللي هو كان موضوع الدوري وجدول الدوري والمباريات والخناقه اللي دايره بقى لها ثلاث او اربع ايام بين انديه الاهلي والزمالك وبيراميدز. طبعا يعني خلاص اتحاد الكره دعا الانديه لاجتماع الطارئ عشان مناقشه الموضوع ده. اتحاد الكره رفض ان هو ياخد قرار فيها طبعا عشان ما يتم مناقشته من جمال الاطراف مع الانديه اللي هي المسؤوله عن او اطراف الدوري اللي مشاركه في الدوري، عشان ما يعني هو من الاخر يبقى حاجه زي جلسه عرب جلسه او قعد في عرب، يعني الاجتماع القادم ده عشان يحاولوا يعني يقربوا وجهات النظر ما بين رؤساء الانديه. لكن في حاله ان كل رئيس نادي فضل متمسك بالطلب اللي عنده، ايه اللي هيحصل؟ يعني طبعا دي هتبقى ازمه كبيره طبعا لو كل طرف تمسك بمطالبه، لكن اعتقد ان وجود شخص زي هنا بوريدة يعني تتفق او نختلف مع هنا بوريدة، لكن هو في الامور دي او في الجلسات دي بيقدر يحل الموضوع. لكن لو كل طرف تمسك طبعا هيبقى في ازمه، وازمه كبيره طبعا. مش عايز اقول انها تهدد الدوري، لا تهدد الدوري فعلا، وهيحصل في ازمات وهيحصل في فتن الفتره الجايه. طبعا احنا بقينا عنها، احنا داخلين على بطوله افريقيا، الموضوع صعب مش سهل زي ما الناس فاكره. كله طبعا بيحذر من تكرار مجزره او ازمه جديده او مجزره، مش عايز اقول مجزره دي كلمه ثقيله، يعني هيحصل ازمه في الملاعب الفتره الجايه لو استمر الوضع بين طبعاً على الانديه تحت الاهلي والزمالك. استاذ محمد مراد، بما ان حضرتك ناقد رياضي فانا بسالك من وجهه نظرك الشخصيه، هل في حاله تمسك كل رئيس نادي بمطالبه وعدم التنازل عن اي حاجه ومش هيقدر حتى يعني يكون في تفاوض او يتنازل عن جزء من المطالب او يوصلوا لحل وسط في الحاله دي، هل الدوري المصري الممتاز مهدد بالالغاء؟ وهيحصل فتنه لو كل طرف تمسك بطلبه. لكن اتحاد الكره دلوقتي يعني كان الفتره الاخيره كان هيبقى في تعديل في الماتشات، انا بقول لك معلومه مؤكده، كان هيبقى في تعديل في جدول الدوري، كانت موعد القمه كان ممكن يترحل مبكرا، يعني كان هيبقى في الماتشات اللي هي يعني هيلعب المؤكدات الاول وبعد كده يلعب ماتشات الدور الثاني، وده كان الاقتراح اللي بالنسبه لي كان هيتم تطبيقه النهارده. لكن الجواب اللي جه من الاهلي تحسين وهو معترض على ان هو بحاله تطبيق او تقديم نشر قمه هيحصل ازمه من قبل النادي الاهلي، ده خلى اتحاد الكره يتراجع في الموضوع. انا بقول لك معلومه مؤكده ان كان اتحاد الكره هيتخذ قرار بتقديم موعد القمه وهيتم لعبها بعد انتهاء جميع المؤكدات وقبل مباراه اللي هي الدور الثاني. لكن اعتقد ان القعده اللي بين اتحاد الكوره وبين الانديه الفتره الجايه هيبان فيها حاجات كتير. طبعا مش عايز اقول ان في تدخلات من الدوله دلوقتي في تهذيب الاوضاع في الانديه اللي فوقها تحت الاهلي والزمالك، مع احترام نادي بيراميدز مش نادي جماهيري، مش هيبقى في ازمه كبيره. لكن ازمه كبيره طبعا في جماهير ناديين الاهلي والزمالك، اي فتنه جديده طبعا هتاثر على الرياضه عموما في مصر وعلى بطوله امم افريقيا اللي احنا نضيفها في شهر 6. معلومه مؤكده ان هو يعني ايه اللي هيحصل لو كل طرف تمسك، ده اللي هيتحدد بعد الاجتماع عليه. صحيح. ان شاء الله اتمنى ان كل طرف يتفهم الموقف
والافضل والاصلح للكره المصريه هو اللي يتطبق. لكن دلوقتي انا لو عندي قرار رسمي كنت كان اتحاد الكره خده النهارده. يعني انا بقول لحضرتك القعده الثالثه او القعده الوديه اللي هيتم فيها انهاء الموضوع ده، واتمنى ان هو يتحل سريعا. طبعا موضوع لجان افريقيا، طبعا موضوع اللجان اتاكل. وعايز اقول برضه معانا حاجه معلومه برضه، ان اتحاد الكره مع احترامي ملوش قوه كبيره جدا في بطوله امم افريقيا زي بطوله 2006. الدوله ووزاره رياضه التعدين هي الجهه الاقوى دلوقتي، وهاني ابو ريده هو اللي رئيس اللجنه التنفيذيه. طبعا هيبقى له دور في اللجان، لكن اعضاء اتحاد الكره او اتحاد الكره هيبقى لهم تواخد لا بنسبه قليله جدا او بنسبه ضعيفه، مش زي ما الناس متوقعه ومتصوره. طبعا ده كان اهم حاجه النهارده في الاجتماع اللي هو موضوع الدوري واللجان. طبعا موضوع الملاعب طبعا يعني كل فتره هيتم اغلاق الملاعب اللي هتستضيف امم افريقيا عشان يلحقوا يجهزوا الحاجات الخاصه بالملاعب. يعني قبل شهر ابريل او الاسبوع الاول من ابريل هيكون الاستادات كلها متسلمه لوزاره الرياضه واتحاد الكوره ومسؤول الاستادات عشان يبداوا يجهزوا المطالب المطلوبه من الكاف او الشروط اللي حصل الكاف الملاعب دي. طبعا اخر حاجه ان هو طبعا تحكيم سلطه لفريق بيراميدز وفريق التخليات الاسبوع اللي جاي، دي ابرز حاجه شيما. ويعني كان في هل طرح النهارده هل طرح النهارده التعاقد او التعاون مع شركه اجنبيه عالميه ان هي تحط بعد كده جدول ترتيب جدول الدوري الممتاز او جدول مباريات الدوري الممتاز عشان ما نقعش في نفس الازمات اللي وقعنا فيها في الموسم الحالي، بدل لجنه المسابقات وبس تقتصر دور لجنه المسابقات على العقوبات اللي بتصدر كل جوله في الدوري الممتاز؟ تعاقدوا مع شركه اجنبيه؟ ده الكلام اللي عندنا. اول مره اسمع حاجه دي، بس هو في حاجه بس عايز اوضحها، ان معظم التاجيلات للدوري او التعديلات او تاجيل المباراه تحديدا ما تبقاش مسؤوليه اتحاد الكره، بتبقى مسؤوليات امنيه. بتيجي بتتاجل بناء على طلب من الامن، او تعديل المباراه بيبقى بناء على طلب الامن، مش بناء على طلب الانديه او اتحاد الكره. اتحاد الكره مع يعني الحاج عامر حسين يعني نتفق او نختلف، لكن الراجل بياجل غصب يعني بياجل مش طبعا المشروع بجوابات وخطابات امنيه. صحيح مش اي علاقه، لكن موضوع الاستعانه بشركات امن او شركات اجنبيه ده مش هيحل الموضوع، اللي هو بس نقطه نظام. الخبر ده مصدره جريده الشروق. نعم؟ الخبر ده مصدره جريده الشروق او بوابه الشروق. انا ما عنديش معلومه بيه والله عشان اكده اقوم فيه. بشكرك. يعني بقول لحضرتك مش الخلاف حتى يعني استعنا في شركه اجنبيه او ما استعناش، مش دي اللي هتحل ازمه الدوري. قبل كده الدوري كان ماشي بيمشي عادي، بيمشي بصوره طبيعيه وبيخلص مواعيده وبتدي في مواعيد، لكن مؤجلات الدوري السنين اللي فاتت دي وتحديدا بعد الثوره كلها تبقى مسؤوليه الامن. الامن هو اللي بيبعت لاتحاد الكره وبياكل الماتشات او بيعدل مواعيد ماتشات. اتحاد الكره ملوش اي دخل في الموضوع ده خالص. صحيح. بشكرك جدا استاذ محمد مراد الناقد الرياضي في اليوم السابع، ونرجع نكمل مع حضراتكم اخبارنا. وبنوصل لجريده الشروق اللي قالت ان توج ماركوس راشفورد مهاجم نادي مانشستر يونايتد بجائزه افضل لاعب في الفريق خلال شهر يناير اللي فات. وكشف الحساب الرسمي للنادي الانجليزي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر انه تم اختيار راشفورد كافضل لاعب في الفريق خلال شهر يناير، ونجح راشفورد في الفوز بالجائزه دي بعد الاداء الرائع اللي قدمه وتسجيله لثلاث اهداف قصاد برايتون وتوتنهام ونيوكاسل يونايتد، بجانب حصوله على رجل المباراه مرتين خلال الشهر ده من الجمهور. تفوق راشفورد على زميله بول بوجبا وباكتر لوب، وده طبعا بعد ما حصل على 38% في الاستفتاء مقابل 36% لباجبا، واخيرا لاند لوب 26%. وبيمتلك اللاعب كمان صاحب ال 21 عام 9 اهداف و6 تمريرات حاسمه مع الفريق خلال الموسم الحالي. كمان لوك شو توج بالجائزه في شهر اغسطس وفي سبتمبر قبل ما يحصل عليها زميله انتوني مارسيال في اكتوبر اللي فات، وبعد كده لاند لوب واللي طبعا فاز بالجائزه دي في شهر نوفمبر اللي فات، واخيرا باب واجبه واللي توج بيها في شهر ديسمبر اللي فات. كمان سكاي نيوز قالت ان تلقى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو يوم الجمعه اللي فات خبر حلو جدا بعد مرسوم رئاسي بيقضي بعدم سحب الاوسمه اللي نالها نجم يوفنتوس الايطالي تكريما ليه على اللي بيقدمه لبلاده. اعلن القرار مجلس الاوامر الشرفيه بناء على مذكره مرسله من جانب الرئاسه البرتغاليه وفقا لمن اقالته صحيفه اس الاسبانيه، وقال او اشار المجلس ان وضع رونالدو لا يتناسب مع الفرضيات الوارده في القانون واللي بيدعم فتح قضيه
تقديم أو تقييم تجريد اللاعب من الأوسمة اللي أحرزها. كانت الجهات القضائية الأسبانية أدانت لاعب يوفنتوس الإيطالي بالتهرب الضريبي أثناء لعبه لصالح ريال مدريد الأسباني، وده اللي خلاه مهدد بسحب الأوسمة اللي حصل عليها من جانب الحكومة البرتغالية خلال الفترة الواقعة ما بين 2014 و2016. كمان سبورت 360 قالت ان بيستقبل فريق برشلونه نظيره فالنسيا على ملعب الكامب نو مساء اليوم يوم الاحد في قمه الجوله ال 22 من عمر الدوري الاسباني الليغا الاسبانيه. بيستهدف برشلونه تحقيق النقاط الثلاثه الكامله عشان يقدر يحافظ على صداره جدول ترتيب الدوري الاسباني وفرق النقط الخمسه ما بينه وما بين اتلتيكو مدريد صاحب المركز الثاني. بيتسلح برشلونه النهارده قبل مباراه النهارده ضد فالنسيا باسطورته الارجنتيني أكيد ليونيل ميسي البرغوت اللي بيمتلك أرقام خرافية في مسيرته ضد الخفافيش. ظهر ليونيل ميسي قبل كده في 31 مباراة كاملة بقميص برشلونة ضد فالنسيا، نجح الأرجنتيني بتسجيل 25 هدف، صنع 12 هدف وده أكيد طبعا في ظهور مميز ليه قصاد الخفافيش. وبيدخل أكيد برشلونة النهاردة المباراة وفي خزنته 49 نقطة ومتفوق بفرق 5 نقط عن أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثاني برصيد 44 نقطة بعد مرور 21 جولة أو 21 مباراة من عمر الليغا الأسبانية. مشاهدينا معنا دلوقتي مع فاصل سريع ونرجع نكمل معاكم بقية فقراتنا في كلام في الميديا. من استاد القاهرة وأحداث اللقاء الهام بين النادي الأهلي بطل دوري شمال وادي النيل والهلال السوداني بطل جنوب الوادي. حسام حسن وبيلعب كرة العرضية الله ربنا يكرمنا النهارده ويكرم لعيبه النادي الاهلي. وكان تاني طاهر ابو زيد رجعنا سريعا لسه مكملين معاكم فقراتنا في كلام في الميديا وبنوصل معاكم دلوقتي لفقره السوشيال ميديا. هنبتدي باستاذ طارق قنديل عضو مجلس اداره النادي الاهلي اللي نشر صوره لشهداء النادي الاهلي على تويتر وكتب كل التحيه والاجلال لذكراهم العطره وقد اصبحت ذكراهم جزء من تاريخ ومعالم النادي الاهلي حفظ الله شبابنا من كل سوء. كمان نشر المهندس خالد مرتجي صوره لمجلس الاداره من احياء ذكرى الشهداء امبارح وكتب ستظل دائما في قلوبنا المجد للشهداء. كمان نشرت الدكتورة رانيا علواني صورة لرقم 72 على الفيسبوك وكتبت في القلب دائما لن ننساكم. نشر كمان محمد سراج عضو مجلس إدارة النادي الأهلي صورة من إحياء النادي الأهلي لذكرى الشهداء وكتبت ذكرى السابعة في الجنة يا رب. كمان نشر أحمد فتحي لاعب النادي الأهلي صورة على الانستجرام وكتب مفيش كلام هيقدر يوصف إحساسي أسوأ يوم مر في تاريخ الكرة المصرية كم تمنيت أن لم يأتي رحم الله شهدائنا ودائما في قلبي ووسام على صدري. كمان نشر عمرو السولية على تويتر صورة وعلق في جنة الخلد لن ننساكم. نشر كمان أحمد الشيخ صورة على تويتر وكتب رحم الله شهدائنا لن ننساكم. نشر أحمد حمودي صورة على تويتر وكتب حتى لو أخذتكم الأيام بعيدا ستبقوا حاضرين في قلوبنا وذاكرتنا رحم الله رحمة واسعة. كمان صالح جمعة على تويتر كتب سيظل هم الرمز الأكبر شهداء النادي الأهلي في الجنة ربنا يصبر دويهم ويعينهم على الفراق الله يرحمهم ويحسن إليهم. كمان سعد سمير نشر صورة على تويتر وكتب ذكراهم في القلب لن ننساكم في جنة الخلد إن شاء الله. كمان وائل جمعة صخر الدفاع النادي الأهلي نشر صورة للشهداء على الانستجرام وكتب اللهم ارحم شهدائنا وارزق أهلهم الصبر والسروان. نشر أحمد عادل عبد المنعم حارس مرمى النادي الأهلي السابق ومصر المقصة الحالي صورة لشهداء النادي الأهلي على تويتر وكتب في الجنة يا شهيد. مشاهدينا معنا دلوقتي مع فاصل بعد الفاصل هنرجع نستقبل الأستاذ أسامة صقر رئيس القسم الرياضي في الجمهورية. من استاد القاهرة بننقل إليكم نهائي بطولة أندية أفريقيا بين فريق النادي الأهلي وفريق كونوكو بطل غانا.
رجعنا مرة تانية، لسه مكملين معاكم فقراتنا في كلام في الميديا، وبينضمنا دلوقتي في الاستوديو استاذ اسامة الصقر رئيس القسم الرياضي في الجمهورية. مساء الفل على حضرتك، اكيد منورنا في قناة النادي الاهلي. منورين بوجودكم وبقناة الاهلي ان شاء الله. الله يخليك. في البداية طبعا عايزين نتكلم عن اللقاء الهام للنادي الاهلي النهاردة قصاد سيمبا التنزاني في الجولة الثالثة او المباراة الثالثة من دور المجموعات في دوري ابطال افريقيا. طبعا النادي الاهلي هو المتصدر حتى الان باربع نقاط من فوز و تعادل. شايف لقاء النهارده ازاي؟ اولا شايف لقاء ان شاء الله ببدايه الخير للكره الاهلاويه. انا شايف ان الاهلي هو الجدير. انا قبل كده انا قلت ان الاهلي هيتاهل من هذه المجموعه كاول مجموعته وهيتاهل بفارق كبير من النقاط، يلي فيتا كلاب الكونغولي، ثم هيكون الصراع ما بين الثالث والرابع ما بين شبيبه الثروه الجزائري وسيمبا التنزاني اللي احنا بنلعبه النهارده. طبعا النتائج كانت غريبه وعجيبه جدا. صحيح. فان الاهلي يفوز على فيتا كلاب بهدفين، يتعادل مع شبيبه الثوره، وبعدين يتعادل مع شبيبه الثوره 1-1. تفاجئ ان فريق سيمبا اللي بيكسب شبيبه الثوره 3-0 بيخسر 5-0. صحيح. طبعا النتيجه يعني طبعا بتكشف ان الامور كلها يعني بتلتقي في صف الاهلي اولا، ثم فيتا كلوب الكونغولي رقم 2. الاهلي قادر باذن الله ان هو يفوز النهارده ان شاء الله، لان الاهلي بقى فيه فرقه حلوه، بقى فيه شكل، ابتدت علامات الاثارتي تظهر والتدعيمات الجديده. لا بعيدا عن التدعيمات، لان انا اللي انا شايفه النهارده ان كل الوجوه الجديده اللي جابها الاهلي هي مفيده تماما. ما نتكلمش بقى بحته ان احنا جبنا لعيبه جايبينهم كده لمجرد ان احنا نعمل التجديد، لا احنا جايبين نماذج، جايبين لعيبه جيده جدا. بس اللي انا بشوفه النهارده اقول لك كيف يتخلص لاسارتي من ازمه عدم وجود راس حرب. راس حرب ايه؟ واللي بيجيب الاجوان في الاهلي دايما مين؟ هو وليد سليمان اللي كان الهداف بتاعنا، ما بيلعب في خط الوسط، اجاي نفسه بيلعب في خط الوسط. ان اللعيبه الهدافه في الاهلي ما فيش حاجه النهارده اسمها راس الحرب الصريح، ما حصلش في العالم كله النهارده كرة القدم الحديثة، انك بتدوري مجموعة لعيبتك بالشكل اللي يناسبك. ان انا اختار التوقيت المناسب لاختيار وجود محمد شريف مثلا انه يلعب النهارده، انا متفائل بيه جدا. وجود اجايي ده مهم جدا جدا. وجود حسين الشحات انا اللي شايفه من احسن الاضافات، بالرغم ان حسين الشحات لم يصل الى 20 او من 15 ل 20% من المستوى المعروف، ولكن مع دورة المباريات والانشغال بالمباريات أنا شايف إن المستوى الأهلي هيتحسن للأحسن وللأحسن. طيب أزمة الإصابات أزمة كبيرة جدا بتضرب النادي الأهلي بقالها فترة كبيرة، حتى الصفقات الجديدة ما سلمتش من الإصابات. طب أتكلم من خلال إن إحنا نقول إن عين الحسود، ولا نتكلم الكلام العلمي المحترم؟ لا طبعا الكلام اللي إحنا الكلام العلمي المحترم. سيبونا من الدجل والسحر والشعوذة اللي بيتكلم فيها. الإصابات دي منطقية جدا جدا في الأهلي. ليه؟ انت بتتكلمي على العامل النفسي. العامل النفسي حتى لو انت سايقه عربيتك وماشيه ومش مركزه في طريق، ما انت هتضطر تعمل حادثه. ودي هي الحوادث اللي احنا بنتكلم في عالم كره القدم، انك انت لازم تركز في نتائج، تركز في نتائج كويسه، تفكر في رغبتك مع الاهلي انك انت تعمل مباراه جيده. هي دي اللي بتاثر من الناحيه النفسيه، الاثاره والحماس هي دي اللي بتزيد الضغط. انما النهارده اجي اقول الدكتور يعني ايه بياخد اللعيبه بيدخلها مدبحه؟ لا ده بيدخلهم مشفى. الراجل عايز لعيبته تبقى على اعلى مستوى. اكيد. انما هي حته الاصابات دي انا ما بحبش اتكلم لانها قضاء وقدر. صحيح. وكل الانديه معرضه لهذا الامر. صحيح. يمكن شفنا كمان السنه اللي فاتت سموحه الفريق السكندري اللي كان على طول كل مباراه رباط صليبي، 8 رباط صليبي، لان كان اخر واحد فيهم محمود عزت. صحيح. انما لما نيجي محمود عزت اصله يعني صاب مرتين، مره ورجع والمره الثانيه اتصاب تاني. لا احنا اللي بنتكلم عليه دلوقتي ان الفكره مش في طبيب فريق ولا تدريبات فريق، ما ممكن ارضيه الملعب، ممكن في عوامل تانية في الضغط. انا بعتبر ان العامل النفسي هو اهم الاسباب في هذا الامر.
صحيح. طيب نرجع مره تانية لدوري ابطال افريقيا والمنافسه طبعا في المجموعه اللي احنا فيها حضرتك قلت المنافسه بتنحصر ما بين الاهلي وفيتا كلوب الكونغولي، هم دول الفريقين اللي هيتاهلوا ان شاء الله لدور الثمانيه طبعا نظرا بقى لمستوياتهم الحاليه والنتائج الفريق أكيد. وطبعا أكيد. لتاريخ الفريقين في البطوله. لو رحنا للمجموعات الثانيه تتوقع هنقابل مين؟ هنقابل مين احنا؟ لا ربنا يسترها بقى من المجموعات الثانيه. انت حضرتك تعرفي النهارده ان كان مازيمبي بيلعب مع الافريقي التونسي صحيح وكسب، عارفه النتيجه كام؟ كام؟ 8-0 8 اهداف. حد قال لك طبعا 8-0 دي نتيجه غريبه جدا وعجيبه. صحيح. يعني مش عايز اقول بقى الحمد لله ان الاسماعيلي خرج من البطوله، لا عايزه تعرفي ان المستويات هتكون في غايه القوه في دور الثمانيه. صحيح. ولذلك لابد ان احنا نلعب على اساس صداره المجموعه، واللي يخرج لنا ان شاء الله يكون من التواني على الاقل بيكون اضعف من الاول. صحيح. انما شكل الاهلي انت شايف ان في تحسن كويس جدا. الاهلي في مستويات، ابتدى عندنا في كره بنتفرج عليها، ابتدى نتفرج على الهجمات واستغلال الاوقات وتحديد المواعيد في الملعب بتكسب المباراه، بتنهي كل مباراه دلوقتي في الشوط الاولاني. وعندك السيارات تزود في الشوط الثاني هنزود، انما احافظ على الفوز لا، احنا بقى عندنا شكل كويس جدا. صحيح. عندنا لعيبه متمكنه، وانا شايف حظوظنا في البطوله باذن الله. هنلعب النهائي برضه بس ان شاء الله نكسب بقى. الموضوع بقى صعب قوي يعني، خساره النادي الاهلي في نسختين متتاليتين في النهائي مش مشكله، الموضوع صعب بس. مش مشكله، وبرضه خلي بالك ان دي ارقام قياسيه بتضاف للاهلي. أكيد. عايزين تتكلموا من الجانب ان انا خسرت وفي ناس فرحانه مثلا، لا نتكلم من الجانب القياسي الثاني اللي هو ان الاهلي بيلعب بطولتين افريقيتين متتاليتين وده بيتحط له في الارقام القياسيه أكيد. طبعا اكيد على قوه النادي الاهلي، لا وبتدي له درجات ونقاط اعلى اكيد طبعا. فدي ما تزعلناش، وبعدين هو الاحسن دايما بيكسب. ما كناش الاحسن في النهائيين سواء في المغرب او في تونس. بداية البطولة في ديسمبر شايف ان ده عمل مشاكل للنادي الاهلي في ظل طبعا الغيابات وتزاحم المباريات والمؤجلات اللي عند النادي الاهلي في الدوري ممتاز والبطولة العربية اللي كنا بنلعب فيها، بداية النسخة دي بشكل استثنائي هل اثرت سلبا على النادي الاهلي؟ احنا بنتكلم من ديسمبر اللي فات اللي هي بداية البطولة، لعبنا الادوار التمهيدية ودخلنا المجموعات وكده. كل قاره بتبقى لها ظروف واختيار المواعيد، هنا الدوريات بتتلعب مختلفه من دوله لدوله. ما هو انا هلعب البطوله كده ولا كده؟ طب هي اتلعبت في ديسمبر، قبل كده كانت بتلعب في ايه؟ في نوفمبر. صحيح. طب ايه اللي فرقت الشهر ده هيفرق ايه؟ ولا احنا عشان زحمه البطولات والمواعيد والاعداد للبطوله الافريقيه والمشاركه في البطوله العربيه والطمع اللي موجود في الانديه اللي مش عايزه تشارك في كل البطولات. لا احنا طبعا بواحده بواحده وبالتنسيق بيننا وبين بعضينا وبالاتفاق مع اتحاد الكوره ان شاء الله هنختار التوقيتات المناسبه للكره المصريه خاصه لفريق النادي الاهلي، وربنا يوفقنا السنه دي ان شاء الله تبقى عندنا بطوله كاس الامم تصفيات الاولمبيه ونهائي الدوري الافريقي بالنسبه للي ان شاء الله تبقى خير ان شاء الله. طيب خلينا نروح لملف تاني، الازمه اللي موجوده دلوقتي على الساحه الرياضيه، ازمه مؤجلات النادي الاهلي، الانديه اللي بتطالب ان النادي الاهلي لازم يلعب مؤجلات او لازم يلعب مباريات معينه عشان هي تكمل لقاءاتها في النادي الاهلي، وطبعا بعد ما وصلنا يمكن يوم 6 يناير اللي فات جدول للمسابقه لغايه مارس القادم بيعمل بالنادي الاهلي وجهازه الفني. شايف الازمه دي ليه وليه ظهرت في الوقت ده بالذات؟ ليه ظهرت لما النادي الاهلي ابتدى ان هو يستعيد الروح بتاعته؟ انت سالتي السؤال وجاوبتيه. هو ايه التوقيت ده ليه؟ وبعدين انت لما بتيجوا تتكلموا تقولوا المؤجلات الاهلي كام؟ هي مباراتين انبي زمالك فقط لا غير من الدور الاولاني. يبتدي الدور الثاني ااجل ما اجلش، انا حر الدور الثاني ده اعمل اللي انا فيه. هو عشان مستوى الاهلي ان ابتدى يدخل في المنافسه وابتدى يقترب من قمة البطولة ابتدي انا اعمل ازمات للاهلي. وبعدين انت بتتكلم على مين؟ على النادي الاهلي؟ لا انت ما بتتكلمش عن النادي الاهلي ولا تعترض على النادي الاهلي، لان النادي الاهلي دوت نادي الشعب ونادي مصر نادي دولة. لما تيجي تتكلم اتكلم معاه بحرفنة وبذكاء. عايز ايه المؤجلات اللي انت بتتكلم فيها؟ انت بتتكلم على مباراة الانبي ثم طب الاهلي هيلعب مع انبي يوم الثلاث اللي جاي. صحيح. هل التوقيت اليومين الثلاثة دول وبعدين اخلص انبي وام مسافر رايح العب في تنزانيا تاني انت ايه؟ وبعدين تيجي تكلميني تاني تقولي الاصابات. طب ما هي الاصابات بتيجي من الارهاق والاجهاد اللي بنتكلم فيه. طب انا النهارده مش هحافظ على اولادي ليه؟ ده حقيقي.
وبعدين تأجيل مباريات للنادي الأهلي لأنه بيشارك في بطولة قارية بيمثل فيها الكرة المصرية، فده أكيد واجب وطني. هو إيه؟ هو الأهلي يوجه المباريات لمصلحته؟ اللي الكلام الواضح بقى، أنتوا بتتكلموا على أساس أن الأهلي هو يعني يوجه المباراة النهاردة يلعب مع نجوم المستقبل، يلعب مع دجلة، يلعب مع إنبي، هو فين الفرق القوية في الدوري إذا كنا بنفترض أن الناديين بيراميدز والزمالك؟ طب ما أنا ما لعبت بيراميدز وأنت لعبت بعدية بيراميدز، إيه اللي مطلوب مني؟ ألعبك؟ نلعب، بس اختار لي التوقيت اللي أنا أكون مناسب فيه. هي قمة الأهلي والزمالك محتاجة، مش في حاجة اسمها أمن، صحيح. مش في حاجة اسمها داخلية، صحيح. هي اللي بتختار الميعاد وتختار الملعب والتوقيت وكل. اشمعنا المرة دي بقى ظهرت أنها يظهر من النادي المنافس يقول لك لازم الأهلي والزمالك يلعبوا الأول، والزمالك يقول لك الأهلي وبيراميدز يلعبوا الأول، وأنا مش اللي عايز يلعب يلعب واللي مش عايز يلعب ينسى. احنا ما عندناش اي مشاكل، احنا بس ملتزمين بالجدول اللي وصلنا يوم 6 يناير اللي فات. مين اللي عنده ازمه هنا؟ ما هي الازمه مين اللي صدرها؟ بيراميدز وتعاون مع نادي الزمالك. طب ليه تحالف مع نادي الزمالك؟ طب احنا سيبنا من التحالف ده كله، احنا عايزين نتكلم الكلام المنطقي والواضح للناس. الاهلي طول عمره كسب بطوله خسر بطوله بيخرج محترم جدا جدا ومفيش اي حاجه. في انديه تانية لما تيجي تخسر البطولات ما تنزلش لعبتها تستلم الميداليات ولا الكاس. انت جاي تتكلم فيه. وبعدين مين النادي اللي هتقارنه بالنادي الاهلي النهارده؟ اللي حصل النهارده في اتحاد الكوره من الاخر خالص، هو ايه اللي كان مطلوب؟ ان بيراميدز هيطلب ان الاهلي يلعب مع الزمالك ويلعب مع كذا. طب هتدينا انت الجدول يعني؟ انت راح تشتكيني في الكاف على اي اساس؟ اقول لك لا، اصل الكاف ده اوقف رئيس نادي الزمالك قبل كده. لا يا لا يا سيدي الفاضل، ما اوقفوش عشان حصلت مشكله، لانك انت سبيت رئيس الكاف والاتحاد الافريقي واعضائه. دي كانت عقوبه اخلاقيه، صحيح، ما كانتش عقوبه يعني فنيه ان احنا اتظلمنا، الزمالك اتظلم، ما كانش الزمالك يعني مشارك في بطوله وخرج منها بالظلم او كده. لا، خلونا نرجع للحوار كويس. البطوله في الملعب، الفنيات، المستويات، هي لا تفرق فريق عن فريق. اكيد اذا كان الزمالك متصدر احنا بنقول له يستحق، اذا صحيح. كان الاهلي داخل ده من حقه، إذا كان بيراميدز عايز يكسب البطولة بنقول له يا عم ده طموحك. إيه اللي إحنا بنفتحها ونعملها بشكل؟ النهاردة عشان اتحاد الكرة ما ياخدش قرار ويحول القرار للجنة الأندية، وأنتوا لجنة الأندية دي مفعلينها؟ ولا أنتوا لقيتوا حجة إن أنتوا تعملوا قرارات بقى؟ شوف القرارات اللي هتطلع. إلزام الأندية بلعب المؤجلات بالتواريخ اللي هتحطها اللجنة، ماشي. كل الأندية هتمضي على إقرارات إن هي حسب المواعيد والجداول هتلعب المباريات. يعني أنت لو عايز تشترك في البطولة الأفريقية اشترك، في البطولة العربية اشترك، في أي حاجة، بس أنت هتكتب إقرار إنك أنت هتشارك وحسب المواعيد المقترحة. طب إزاي؟ طب أنت رجعت تاني تقول لي المواعيد المقترحة، أمال خطاب الأهلي ده كان إيه؟ لا أنا طيب في الحالة بقى إن خلاص دلوقتي كان في فعلا اجتماع وحضروا رؤساء الأندية زي ما طالب مجلس، لا هم اجتماع طارئ لمجلس للأندية المشاركة في البطولة كأنها تكون فدرالية، كأننا في هيئة الأمم المتحدة، يجتمعوا بكرة بعد بكرة بعد بكرة، احنا لسه قدامنا أسبوع ما فيش ماتشات، صحيح، إلا الماتشات الغلابة. طيب خلينا قلنا في اجتماع حصل وما وصلناش لأي حل، إيه اللي هيحصل؟ هل الدوري المصري مهدد بالإلغاء؟ انت بتتكلمي عن دولة اسمها مصر، مفيش حاجة اسمها مش هوافق ومش هوافق. انت بتتكلمي على قطبين، اهلي وزمالك، الشعبية الجماهيرية، اللي هيتم الاتفاق عليها هيفرض على الجميع، محدش يقدر يتكلم ولا حد يقدر ينطق بكلمة. طب خلاص الاهلي دلوقتي تمسك برأيه وكذلك الزمالك تمسك برأيه، مش تمسك برأيه. الاهلي بيقول لك هلعب مبارياتي حسب الجدول اللي انتوا حاطينه، ده حقه وده الطبيعي، ده حقه، ومن حق الأندية التانية انها تقول الاهلي يلعب مؤجلاته الأول. أيهما أكثر حقا؟ اكيد طبعا تمسكي بجدول الزمني اللي قدم لي يوم 6 يناير. الحته الثانيه هو الخوف من الاهلي في ايه؟ ان مع الوقت المصابين يرجعوا، الفرقه تزداد قوه، صحيح، الفرقه تقدر تنافس، الفرقه تقدر المواجهات تنتهي لصالح النادي الاهلي مثلا، ودي كلها في علم الغيب، صحيح. ومين قال لنا ومين قال ان الاهلي يكسب الزمالك؟ طب ممكن الزمالك يكسب الاهلي، انما الاهلي بيتعامل بواقعيه وبمنطقيه وبيتكلم بحرفيه. تمسك باللي انت عامله عشان ننتهي من الازمه دي. تمسك بقراراتك وتمسك لانك انت صاحب سياده. وما تجيش تقولي لي برضو انا بسمع كلام يقول لك اصل النهارده هيعرضوا على وزير الشباب والرياضه.
لإخماد الفتن بين الأهلي والزمالك. وزير الشباب والرياضة قال إنه مش هتدخل دلوقتي خالص. لما وزير الشباب أزمة حقيقية وبتهدد. وزير الشباب والرياضة النهاردة فين؟ الدوري ممكن أتدخل. وزير الشباب والرياضة النهاردة فين؟ وزير الشباب والرياضة النهاردة في كفر الشيخ. إمتى اتكلم وإمتى عمل وزير الشباب والرياضة؟ بلاش نقول وزير، وزارة الشباب والرياضة لن تتدخل في أمور تخص الأندية. اللي معني عندها اتحاد الكورة. إنما في توقيت مناسب لو الشرارة ولعت هيدخلوا يطفوا هذه الشرارة. إنما مش هيتدخل. وأنت النهاردة لما بتكسب تستفيد إيه منك وزارة الشباب؟ صحيح. النهاردة لما تكسب الملايين لما تجيب لعيبة لما أي الوزارة بتكسب منك إيه؟ إنما لما تحصل مشكلة وزير الشباب والرياضة يدخل لإخماد الفتن. ما فيش فتن. طيب. إحنا اللي بنألف الفتن دي. وبدولة لها سيادة ما حدش يقرب من الخطوط الحمراء عشان الأمور تستمر والبطولة تنجح بإذن الله. أستاذ أسامة، هل الدوري المصري الممتاز هذا الموسم مهدد بالإلغاء؟ استحالة. استحالة. وأتحدى. واللي يقدر مسؤول كبير يقدر يقول إن الدوري هيتلغي يطلع يقول كده قدام الناس. دوري إلغاء الدوري معناه حاجة واحدة، إفلاس جميع الأندية بما فيهم النادي الأهلي. لأن الشركات الراعية اللي بتدفع الفلوس عشان الدوري ده يستمر هي مستمرة في الدعم من خلال مباريات بتذاع. صحيح. بس فضائي، بيوت بتتفتح. ده حقيقي. انت النهارده تيجي تقول ايه؟ أظهر ايه قدام العالم اقول لهم ايه؟ لغيت الدوري ليه؟ عشان الأندية بتتخنق؟ عشان العراق اللي فيها حرب مستمرة. دوريها شغال. صحيح. ليبيا اللي فيها برضو دوريها شغال. أجي أنا اللي عندي استقرار وهدوء وعندي ربنا مديلي نعمة الأمن. أجي النهارده أقول ألغي الدوري عشان مين؟ عشان الامور اللي احنا بنسمعها اليومين دول، عشان المؤجلات. لا، ان شاء الله هتبقى خير ومفيش الغاء دوري ومحدش يقدر يقول الغاء دوري. طيب، مع دخول امم افريقيا ان شاء الله واستقبال مصر لبطوله امم افريقيا اكيد شرف لينا ان احنا ننظم بطوله مهمه. دي كان 2019 اكيد من اهم البطولات القاريه. شايف مصر ازاي ممكن تستقبل البطوله دي؟ وشايف ازاي بتسعى وزاره الشباب والرياضه واتحاد الكوره ان هم يطلعوا النسخه الحاليه من كان 2019 بابهى صوره لمصر؟ اولا انا متفائل جدا بالبطوله دي. معلومات اللي عندي واكيده ان الدوله هي اللي بتشرف على هذه البطوله. وان نظمت ثلاث لجان، اللجنه العليا برئاسه رئيس مجلس الوزراء. صحيح. واللجنه الثانيه اللي بنتكلم عليها اللي هي خط الوسط. يعني انا بعتبر لجنه رئيس معالي وزير الوزراء المهندس مصطفى مدبولي دي خط الهجوم بتاعنا. خط الوسط عندنا هيكون وزاره الشباب والرياضه، خط الدفاع هي اتحاد كره القدم في التوجيه والتنظيم. وكان وزير الشباب والرياضه واضح جدا لما قال لك ان البطوله مسؤول عنها اتحاد الكوره. كلام جميل جدا، بس بقول لك انا لا، الدوله من خلال رئيسها هو البطولة دي تحت إشرافه وتنظيمه. بدليل لو طلبت ملاعب هو اتحاد الكرة اللي يصرف عليها؟ الدولة. ان طلبت فنادق؟ صحيح. الدولة اللي هتقدم. ان طلبت خدمات صحية؟ ان طلبت خدمات أمنية؟ ان طلبت خدمات سياحية؟ هنجيب عضو من مجلس إدارة اتحاد الكرة أو من وزارة الشباب؟ الدولة. هو اللي هيطلع. هي الدولة في كل حاجة. فتفائلي خير. وهتتفرج على افتتاح مبهر، وهتتفرج على إجراء قرعة ما حصلتش في تاريخ مصر. الأمور ماشية، بس يعني كتر الكلام في الميديا هو اللي بيدينا الإحساس وبيدينا الخطورة على البطولة. لا، بطولتنا المرة دي مش ما حدش شافها قبل كده في العالم كله، مش في افريقيا. سمعنا ان في استعدادات جديده بقى علينا هنا في الكره المصريه، اماكن معينه لذوي الاحتياجات الخاصه، سلالم الكترونيه بالنسبه لبيع التذاكر هيكون بطريقه الكترونيه ببصمه الوش وبالبطاقه، والموضوع مختلف. يعني الاستعدادات اللي بنتكلم عليها مختلفه تماما. ما دي الخبره الروسيه اللي انت هتجيبيها. الخبره الروسيه في كاس العالم. صحيح. اللي فات 2018 كانت حلوه جدا. كاس العالم حلوه، ده كانت مبهره جدا. احنا ما كناش بنتفرج على الكوره، احنا كنا بنتفرج على الملاعب، بنتفرج على الالوان، بنتفرج على التذاكر. وقد ايه الشعب الروسي كان مضياف بالنسبه لينا. يعني انا رحت مثلا حضرت مباراه، قد ايه هم بيستقبلوا الجماهير بحفاوه وبحب وبترحاب. عشان ايه؟ عشان يعكسوا صوره كويسه جدا للشعب، يستفيدوا ماديا مننا. ما هي دي السياحه اللي بنتكلم عليها. انت هتعملي كل حاجه كويسه جدا وتظهري بالشكل اللي هيبهر العالم كله. هتعملي كل اللي انا شايفه حلو في اي دوله عالميه هنقدر هجيبه.
هقدر اعمل الدخول الممرات، هقدر اعمل الاحتفالات، اقدر اعمل الجاليري في كل الملاعب. ودي حاجه احنا اتكلمنا فيها معالي الوزير، ما نعمل متاحف ونجيب طلبه المدارس والدين يجي يدخلوا يتفرج. ما انت هتضري فلوس كتيره جدا. صحيح. بالرغم ان اللي هتصرفه مصر على البطوله اكتر مما تتصوري من اللي هيجي لنا. فلذلك انا شايفه بطوله هتبقى غايه في الابار وحاجات مش هتخطر على بالك. صحيح. طيب احنا بنتكلم عن كان 2019، واحنا بنتكلم عن كان 2019 احنا مش بس بنستضيفها، احنا كمان عندنا منتخب اكيد لازم ينافس على اللقب ده واكيد لازم يحصل عليه بقى في النسخه الحاليه. هذه اصعب، ده بقى اصعب حاجه في البطوله. ليه ما ينفعش بكل الابهار وبكل الانجازات وبكل الدنيا اللي انا شغال فيها دي اجي اخسر بطوله، على الاقل استمر لحد الدور قبل النهائي اوصل النهائي، المهم اكون معايا منتخب ده. اصل انت يعني انت عارفه منتخب مصر يوصل النهائي يعني ايه؟ يعني بتتكلمي في كل مباراه 100,000 متفرج. صحيح. يعني انت بتتكلمي عن حاجات كتيره وعالم بيزيد ودنيا وجماهير ومشاهدات على الفضائيات والدنيا هتكون حاجه مختلفه تماما. لا لازم نكسب، ولذلك من الصالح العام بقى دلوقتي ان ما الغيش الدوري. صحيح. من الصالح العام ما جيش اتكلم في حته مؤجلات. من الصالح العام ان البطوله المحليه تستمر، عشان الراجل اللي هو المدير الفني اجيري لما يجي يتفرج على لعيبه ويلاقي العناصر ما يتزنقش. النهارده انت بتتكلم عن كام حارس؟ انا بتكلم عن 6-8 حراس على اعلى مستوى. عايز يكون 6 في الباك اليمين و6 في الباك الشمال. صحيح. يعني في كل نقطه موجوده عند 6، لما اخد 3 يبقى عندي الكنز بتاعي اللي موجود اقدر اجيب منه اللعيبه اللي انا عايزها. فلذلك احنا لازم نكسب البطوله دي. لا طول ما البطوله شغاله واسم منتخب مصر بيتردد يبقى انت بتضمني ان الملاعب كلها تكون مليئه على الاخر. طبعا. صحيح. طيب لو رجعنا تاني للنادي الاهلي ولقاء النهارده، شايف ازاي هيقدر المدير الفني للنادي الاهلي مارتين لاسارتي ان هو يتعامل مع الغيابات؟ شايفه هيلعب ازاي؟ هل هيغير؟ انت برضو رجعت على حته الغيابات. احنا عندنا الاهلي بمن حاضر. عندنا غيابات كتير قوي. بس مش زي عندنا، ممكن نقول عندنا فرقه مصابه برضو. لا 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 ما عدناش فرقه، لا احنا اللي عندنا 5-6 دلوقتي، قبل كده في 16 و17. انما انا بتكلم طريقه مارتن لاسارتي، الطريقه دي ابتدت تطلع. باك يمين وباك شمال بيلعبوا مساكين مش مكانهم. يعني انا ما عنديش اللعيبه السليمه وللاسف. يعني ما طب كريم نيدفيد لما بيلعب باك يمين بيؤدي. الباك الشمال اللي عندي اللي بنتكلم عليه ما ايمن اشرف موجود بيلعب هنا وبيلعب هنا. لا انت النهارده عندك انسجام وتناغم، انت عندك بقى في شكل الاهلي بقى مرعب. الاهلي ما بيتوقفش على حد. صحيح. ولكن انا بقول لك في ماتش سيمبا النهارده هتتفرجي باذن الله الاهلي هيكسب وهتتفرجي على اهداف مش راس الحر، مش راس الحربه الحر اللي هيجيب. تدويره الاهلي في الملعب يعني انطلاق رمضان صبحي حسين الشحات ما يجيبوش اجوان، طب هم اللي احرزوا الاهداف في المقص. والماتش اللي فات ما انت عندي اجايب جايب اجوان وهيجيب. انت النهارده عندك لا الاهلي ما عندوش حجه في مباراه اليوم او نقول الاصابات. الاصابات مش هتاثر النهارده. لا مش هتاثر نهائيا. يمكن من اهم تصريحات كمان المدير الفني لفريق سيمبا التنزاني، بتتكلموا ليه عن الاصابات؟ انتوا بقالكم 112 سنه بتاخدوا القاب. راجل ذكي جدا. راجل يعني انا على فكره انا كنت قاعد بره وانا بتفرج على العنوان ده عجبني جدا. اصل عيب ان الاهلي يتكلم في حته بقى الاصابات ونخليها نغمه مستمره. مع النهارده انا لو كسبت هكسب بأداء الأهلي، لو قدر الله لو خسرت هخسر بأداء الأهلي. ده السؤال اللي احنا لازم نكون فيه. لا الأهلي النهارده هيكسب بإذن الله وهيكسب بنفس اللعيبه وهيأدي الأداء اللي احنا متفرجين عليه. يا جماعه الأهلي النهارده بينقل كوره جميله. صحيح. الأهلي بقى عنده سرعه في التمرير. الأهلي بقى عنده قوه وعنده لمحات لاعبيه في التسديد. عنده هو بيجي في وقت بيقل المستوى شويه بس لما بيكون مطمن على النتيجه. فلذلك انا مش قلقان على الاهلي خالص ومش عايز اتكلم في موضوع الاصابات. هل شفت ان في صفقه كانت او كان النادي الاهلي محتاجها ولم تتم في الانتقالات الشتويه اللي اتقفلت امبارح او امبارح؟ الاهلي لو جاب 30 لعيب كنت اقول لك انا عايزين اللاعب 31. هي دي. لا انا فلسفه الاهلي جمالها في ايه؟ ان هو بيختار الناس اللي عايزها لأول مرة، بيختار صفقات جميلة. احنا عندنا صفقتين وعندنا ثلاثة بس بدون ما اتكلم فيها ما كانتش يجي بنتيجة الأهلي.
بس انت صححت الاوضاع. لا يكتفي الاهلي بالصفقات دي وانا شايفها ان ما كانش يمكن لاخر وقت او لاخر يوم كان في الانتقالات مفتوحه كان الناس بتتكلم عن مدافع قد يكون من نادي الاسماعيلي نتكلم عليه محمود متولي او كمان احمد سامي لا كان اسمه مطروح لا نتكلم على محمود متولي محمود متولي لو كان الاسماعيلي وافق على انتقال عمرو جمال مكان محمود متولي انا كنت بقول لك دي كانت الصفقه لو جت كانت تبقى كويسه انما ما جتش ما فيش مشكله للاهلي لان اللعيب هيجي لنا الموسم الجديد بالتاكيد. صحيح. استاذ اسامه صقر رئيس القسم الرياضي في الجمهوريه نورتنا النهارده اكيد في كلام في الميديا في قناه النادي الاهلي. ربنا يخليكي وكل سنه وانت طيبه انا عارف ان عيد ميلادك بكره. وحضرتك طيب. ربنا يخليك يا فندم. مشاهدينا انتهت حلقتنا النهارده اشوفكم بكره ان شاء الله الساعه 5 مساء في حلقه جديده من كلام في الميديا وكل التوفيق ان شاء الله النهارده لفريقنا الساعه 9 مساء على ملعب برج العرب في مواجهته في دوري ابطال افريقيا قصاد سيمبا التنزاني ويوم سعيد لحضرتك.